بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش بساني كانالي أسماني بيام بين راني برنامج بفار سلام و فر و بركتي خواهي قولتان لسربي. خوش حال و بختورين لالقش تري تازي برنامج بفار با خزمتي ايوي عزيز و خوشويست گشت نوا دخوازين و دپار نوا كخواهي قولا غرقي رحمة و مهرباني خوي مانكا. خوش بسان باس من لباسي خوش بستنو رقبونا ولا پناو خواهي آخو اوانه چین که امده به خوش من بین، لگل یان بین، بدلو بزبان، بای که لطوانه من ده به هاو کاریان کن. و او کسو تین و تاقمو حزب و لعنانه چین که اما ده به رق من لیان به، هیچ نه بدل خوش من نوین برایان زیاد نکن، بای که پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمه من کثر سواد القوم فهو منهم، یانا و تفرمه العشر الحشر مع من احب، حشر لگل او کسی که خوش ده به. زائما او کسانه من خوش به که امان لدوار روش در حشر من لگلیان بو لی و پشیمان نبین لخزمتی زور برس زنابی دکتور رزب کلهوری او بابت تاتویه کین ما مساجان سلامی خواهی گوره سر به زور بخیر بی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ایوش بخیر بین یا خواه جزاکم الله و خیرن خواه سلامت که دکتور جان هر سرطه دمی بسیاری و کم ولا و براء خوش بیستنو رقبو نوله پینایو خواهی گوره مبسیتیه اما پیش هموشت چی قرآنی پیروز خوای گور سبحانه تعالی که او قرآنی نردیه دستوری جیانی ایمه یا منبع معرفه و علم و عقیده ایمه او قرآن پیروزه دا خوای گور لو قرآن پیروزه دا باسی ولا و براء لبو مدکاتن و زور با اشکراو با صریح لآیت کان دا اشاره بوانه کردیا که انسانی مسلمان دبی خدا و پیغمبر و مسلمانانی خوش بیتن ول دل دا رقی لا کافران و لمنهجی کافران ببیت و خوشویستی لبویان نبیتن او خوشویستی لدلی خوی در بینیتن و اگر بچی نصر بابتی زمان وانیج للغه دا موالات معناته الولاء معناته ولاء لموالاتاتیا موالات جو كل لسان العرب دا هاتیا دره أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح دو كس شيشة عندبي كس سيم ديتا بينيان زا أو كس سيم أجر هاتا بينيان أجر بعدالة نبولا يك يعني قد لبر هر سبب أجل سبب كاني بيتن أو بيد قوتر موالاتي أو كس يكد يواتا خوش يويستي لبر هنديكا أدي المولى ولي بخوي أو ناوى ناوى تشيزور برمعنايا لسان العرب ده رباسي أو ذاك بخوي جورة قوتر الولي بمالك ده قوتري كصاحب اشتجبيتن بس سيد وقت قوري يك شي ده قوتري بمنعم ساك لقي يك شي كبي ده قوتري او كسي عبد شي ازاد فكره بقوري كي ده قوتري ولي او كسي يك بصر دخي الناصر بي ده قوتري ولي محب او كسي يك شي خوش به متابع كاسك متابع يك شي بي ده قوتري ولي ويا يعني زيرانا مثلا دري لتنيش تي يعني ابن العم اموزا وكسو كارو انا وانا هم بيان دوتري ولي حليف زاريتو حلفته لبين دو كز لبين دو قوم لبين او انا بيان دوتري ولي يعني عقيد او كسي كوا مثلا ببيج لشكرك ببيج وجدا كويتن يعني صهر وعبد مثلا او انا هر هموي زاوات معتق او كسي كوا ازاد دكاتن او انا هموي بمعنى او يد دوتري بلام اصلك الى تهاتيا النصره والمحبه لا سريع خستنو خوجويستن هاتيا لبرهندك يا كوا أو يا موالاتش يعني ضد معادهته سواء العربي ده الكلمة تعرف بأضدادها موالات دجاكيتيا دجمناتيا كوا أبو كدلين فرانكاز ولي يعني دجمنيا قوت فرانكاز دجمنا يعني ولينيا ولي عدو ضد يقدين على القرآن لا فرمو ده كلام صن بيان ناسن بون منا أو كسيك من دبي خوشم بيه او کسی تو خوش دوی دبی انسان که اما مسلمانین هر بدایتی اسلام که هاتیه با کلمه شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله خوای گور سبحانه و تعالی دو لا اله بو مدیاری کردیا که اتو دلی لا اله الا الله نفی شرک دکی نفی عبودیت لا اوانه دکی کوا اله نینا او محبته او ده شيء ده بار خوي غور سبحانه وتعالى الا الله كواب عبادته هموش الا خداي غور و چش من خوش ده اواني كه خوي غور خوشي دهن ل پیغمبران ل اتباع پیغمبران ل وكسانه كه شوين كوت اتباع پیغمبران او ل ويدا ل اصلي او ويدا ل وهاتيا لو خوي غور سبحانه وتعالى ل قران بيروز هذا فرمي ل سوره ممتحنه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده خواهی گورده فرمی ای او کسانی برواتان هنایا
دجمني منو دجمني خوتان اگر انگو بنده خوای گور بن معنا چی دجمني خوای بي دبي انگوش به دجمني بدان ما يان كن با ولي و خوشويست و سرخري خوتان بتن خوشويست هاي خوتان يان لبو درب برن وقد كفروا بما جاءكم چونك اوان كفريا كرديا بو ايت بو دين بيروزاي كلو انگو هاتيا بما جاءكم من الحق حق لك ننگو يا خوای گور حق لو انگو نديا يخرجون الرسول واياكم اوان هر دستان پیغمبرانی اندر دکد و پیغمبری ما اندر که صلی الله علیه و سلم نجی یعنی مو پیغمبران هر و ابوا هر پیغمبر کاتبیت الا دجایتی کرایا لسرت سجو خو پیغمبر او پیغمبران رئیسدار بوینه لنا و قومی خویان مكانت يان هبوا پیغمبري خو من بصادق الامين ناصر او بوا ب بيان وتي اخ كريم وابن اخ كريم بل املوكاتك اعلان دينك كيكرت لسر اويد جمنايات يان كرت ان تؤمنوا بالله ربكم كاتك ايمانيا بخواهنا لبين دريك دا دجاياتيك بيابو لو يخواي قورة سبحانه وتعالى فرموي نكن بدزيج بيتن خوشويستيان لبو درببرن تسرون إليهم بالمودة نكن زور خطر بدز لدلي خوش الدابي كافرو من هجي كافرت خوش بي خطر يكا يليران دا مانصعفو ليرا او دقيني بو مانايك اما ناكري جياني شان لقلب سازيني لقلب شان بجين نا مسألة جيان سازان شتاكي دي كيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمدينة بوا أهلي كتاب لوين داري كبوني وغير أهلي كتاب حتى يعني مشركة كاني دي كشكا لوين داري بوني أو خلقي لسر ديني بابو بابيرا كاني بو پیغمبر معاهدة لقر كديني ومسألة بر وصيل لو عدل لقريان يعني تاكا كردن ومعاملة كردن باشو خور روشتو هرسو كوتي باش لقريان شتاكي دي كيا بلام نابي أتوم كافرة كد لمسلمانة شي خوش تربوية كافرة شي بتي بشتواني كافرة شي بكي لسر مسلمانة شي لو تنكو خواي قورة زور آقاي لو خواي قورة فرمي وأنا أعلم بما أخفيتم تنكو أو علاقي بقلب ويا بدل ويا خوشويستي لنا ودل دايا ها يعني بيو عندك بدلها أساساً بيواندي كي بدل دايا بلام دبي باشان لتزواريحو لعملو لكرده وشد إذن بداتوا كابرا لو قوري بري والله من خواهو بيغنبرم خوش دوي بلام بتي شري خواهو بيغنبري بكا صلى الله عليه وسلم نابتن ونيا حتى بيغنبر صلى الله عليه وسلم لا شري بدريكا كإمام عباس إمام جرا فرمي ونيا كان سيفك علينا ونيا فرمي أتو لقر قوتي إمانم بقوتينا أتو برامبر لقر كافرا كان بوي لدجاياتي مبوي لو يخواي قور سبحانه وتعالى فرمي ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل فرمي هر کس چې لنګو کافری خوشتر بوې له مسلمانو له درد د خوشويستيان له بو در ببريتن فرمي او راست ري بزرك دي ګم رابوه بله او کزيات القران باز د کال لوي اما لولا ابرا قول بينوا تا توش او لا ردان نبي کا بس او خوشويستي کې اما لدلا دروز د بيتنو لدين كلام عندات سون باز ذکر د قران اخواي جو سبحانه وتعالى لو ما باز دك ده فرمي لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه الله يفصل بينكم ده فرمي روز قيامته خزم كاس بكلك نايه يعني تماشاي نموني اويك بيغنبري خو ما صلى الله عليه وسلم خو ابو لهب ما ميبوا ونيا ابو زهم بن عام وامو زايبوا بلام لو دينك اخواي جو سبحانه وتعالى ليش كدنوا بلام دبينين ابو طالب دجمناياتي دينك اي بيغنبري نكر دي صلى الله عليه وسلم بيغنبر ساكي لغر كرديا بيغنبر حتى سر مرجي هل قريب وعولي لغر دايا او بري ريزو احترامي شي قرتيا يعني حتى على اخر وصفه فرمي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي فرمي كلمة بس بري لا إله لك خوالي ودك معجد بلان تسوك تسوك دجاياتي بيغنبرين ذكر صلى الله عليه وسلم مثلا كالير أجر أوان دجاياتي دينك ما يكد بي أماش دجاياتي أم بكين يعني اللي إستاش أجر محارب بون منا أجر زولكي أجر مسيحية محارب فرقية لقى كسكا أسايد رجو زري لبو مسلمان أنيا طبعا خوي جورا سبحانه وتعالى القران فرمي لا اكراه في الدين وان قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى مسلك ايمان افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنا زوريا لناكره نخير خوي جورا فرمي لست عليهم بمسيطر اولا حريده چونك يقين بروابون بتوبزيل ذلك ناس نسبه لو انا كابراك بي شيرو تيرو يانت فانغو شغل سسريم راكري امشتاشي بريم او كانت دبيت منافق خراب تر لولاي بلام لا ترس انا بلام يقيني ايمان لو يا كابرا لو انا لو قريبي لو شتا شي بريتن بلام اگر كابرا يقينا باوري بمسلمانتي اصلا خوي قبر او هر في قبول يا با ايمانك قبولناك لو يا اگر كابرا مسالمه زعم اگر دولتك مسالمه لتنشتد يعني خو لنا وشعبكيتو دادا جيتن هيز دجاتي دينكيتو ناكاتن طعنا لدينكيتو ناداتن با مناقشه بك با اوج بكاتن او ديني خو بيرات بي با بي گفتو گوش بكاتن بلا وانيه بلا قيدناكا بلا ما دام دجمناتي ناكاتن ولم يظاهروا عليكم احدا ونيا
خلچی که پشتوانی خلچی دیگه نکه و خلچی دیگه نه انتصاری که او کاتی اتو ساکه ایلگر دکی او پری تعاملی عدالت و رازگویی و حتی علی معامله دا باشی و اگر زیرانت بو ریز و احترام و یعنی او پری باشی لکر دکریتن بلام کاتا که دجایتی دینه که کردی اتو او وقتی دجایتی دکی و دجایتی که لبو بابی عملی دا چیتن زور کرد استاکه دجایتی بقصه دکری بونمونه زالا لا لا بوستي فيسبوك يعني لا لا كومينوسني يعني لا قسكرنا يعني لا دانشني مجلس كان مناقشه دروز دبي او لانجيري هندك طرف ولا عندك كدجي خدا وبيغمبري خاو اينه كي خدان او كسا او كات ايمت سوم بتوني تعاملي لقال كاين هل سكوت ما لقال تسون والله طبعا او دبي دبو دوشت بقرته يعني الاصل دا ايماني نيا او كاسا يعني الاصل دا ايماني نيا دا إيمانك أي أويش كأصل إيمانيني يان أو تانا دزاني إسلام تيا ودزاني أو ترقي لو ديني دبتو باوري بينيا يان أو تان نزانا بو ديني نزانا دبي أمل بداية را دينا كي لبورون كي نوا أجر زاني ما لو يرون بو هرد جاياتي دكا أو أو وقت دبي إيمش رقم عليه ببيتوا بلام وكو إنسان ناتين زري لي بدين بلام رقم عليه دبيتوا بمثل ما اعتدى عليه ما أجر أو تعداينك أما تعداي قد ليناك لا لروي ما مسلم بون من أو قصدك هاتش بقصة ولا يمدي بون بقصة كردن دبي جوابي بدي ولو يا أخوي جورس سبحانه وتعالى دفر مي وجادلهم بالتي هي أحسن ببعشرين شيء وأتو بلقي لبورون بكونيا دبي دينك إلى بورون بكيوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أتو دبي عمل بكي دعوة إلى جرب كي تساكي بكي لو يرون كوا بلام رون كنا وكت تعنا نبيتن زور زار أما دبيني الخلك كوي بس دبي تعنا بدأ نبي تعنا إلى بدي نبي بلام حقيقة كيلو رونك ولا أنا أو كاتي دبي تأوى داخل كشي شيء لنزاني لخوشي بيه مسلمانة دجاتي دينا كجناك بلام شعر زاي دينا كينيا شعر زاي عقيدة كينيا لو جوري دبيني دبيني الدولة شي مسلمان لقى دولة شي كافر بشر هاتيا كابرا كومنت شي دانوسي لبوي والله أو كلمة يجل إسلامتي دا مسؤوليته لايك دعائك نازانم لا ينجيريك هر تشتك أتو كومنتك كده ينوسي هموي مسؤوليته تسون كلو أتو لا ينجري ويت كردية كلا ينجري ويت كردية أو دليب يخوش دبي يعني بدا خم بخم لو روجانا ديتم تلفزيون شي ديكاج يعني تلفزيون برين وجنبك أو قناة إسلامية كاني بتنفون تلفزيون شي باسي وشارك كد يكا كان تشو كومالك عالمي زولكي بردية يعني أتو أجر مصالحك إسلامتي جنبيتن وكو ضمير إنسانية أتو دبي لا ينجري شيء بي لا ينجري مظلومة كي بي كأبراهيم خاشي داجير كرايا درب در كرايا دا كشري دا بردري أتو بس لا جر ظالم مصر خاك ظالما أو مظلوما ها مظلوما آخر لبي غمبري أم برسي بي غمبر كفات كف فرمي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فرمي أي بي غمبري إخوائي أو ظالما أجر مظلوم بو أما واجب لسترمان ونيا بصري بيخين أدي أجر ظالمو بي غمبر فرمي أن تمسك على يده ده بدستي بقري نيلي ظلمة كي بكاتن ونيا يعني خواي قوري القرآن بيروز ده لو ما بعدك هذا فرمي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أقر دو طائفة كهردو شان مسلمان بون بشرها وكل تاريخ إسلام يزور داري ودو دولة مسلمان دو شعبي مسلمان بشر دين خواي قوري ده فرمي فأصلحوا بينهما برون أقر بيتان كرا صلحي عن لبيني بكان أقر فإن بغت إعداهما على الأخرى أقر يشان ظلمي لوي دي كاكر زوري لوي كرت هر دو خوهر مسلمانن بعضا تو دبي لاي شي هم بري لاي مظلومة كيف بري خواهي قولوا فهمي فقاتلوا التي تبغي حتى تفئة إلى أمر الله برو شر لقر أو كسيبك كوا تجاوزي حد دكاتن ظلم لوي دي كدك حتى دقر توجير سيبري عدالة أقر سي مسلمانيشا أقر سي مسلمانيشا بلا من بابا كافري دانانين سبين دو دولة مسلمان دو شعر خواه دلي مسلمان مسلمان أما دارين مسلمانا بلا مسلمانا چي زوردارا ظلمي كردية لوي دي أوي دي مسلمانا أويش مسلمانا بس مظلومة غدري ليك رأي خاشي داجير كرأي ولاتي داجير كرأي دبي أتو لاي مظلومة كي ببي باشا تسون دبي بون من ايمان مسلمان بم لوي حالينا بم كمن تینو لعنتم خوش بیه که خدا این خوش نبی. لگل آواش هشت عنا که آمدم دفاعیا لب کم که آن ظالمیش نو ل پیرو پروگرامی خواهی گوره اصلا هد جاتی دکانو امت صم بتوانین یعنی اول خمان بگینن که امت نبی اصلا به هیچ شیوک دفاعیا لب کن. زاد سبب کردار بی سبب گفتار بی سبب حاکاری بی. ما مصلح برز مصلح ولا ابرا لعقیده دا اصلا لعقیده دا اصلا چی یعنی رکن چی زور مهمه. يعني ركن هرمه مكلا أصلع لعقيدة ولا براءة دبيئة مسلمانة خوش بيه كافرد خوش نبيتن
داك بو خوش گوتمان تعاملكش ببي تعاملي ويا غلط دمان حالنا بن بويكا يعني جان سازي ناكري لقال يعني نا بلكو بدلنا به لقال يعني خوش به لقال يعني بي اگر تعداش يعني كد اوان سلم مسلمانك سلا غيري يعني وكو دولت يعني وكو تاكك اتو دبي لينقري اوان ظلمك اي بكن ونابي لي بقري مسلمانه تشج لنا وكو ملقشي مسلمان دا يعني بويكا بي دو قتل دار الاسلام ودولتي مسلمانان يعني او شعبي كزوربي مسلمان ومسلمانان بهرادسن مسلمانه تشج نابي زور لوي ديكا بكاتن لسرشتك حقي نبيتن يعني هركز ببي حق خوي ذا خواي جور سبحانه وتعالى أموش قاري ما دكا دفر من نبيته تماشى كي أو برات بابتا عشيرة خيزان تهيست أو بيتن لو يا خواي جور دفر من يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم كز لباب ولا براي لا بيشتر هنيا أولياء أن إن استحب الكفر على الإيمان شونك كفر وإيمان أجر بابك برايك كفري بي خوش تربو لوي أتو نبي أتو أو كسي بجورو بولي خوتو بخوشويستي خود دابني لذلك أخوة قد فرمي ومن يتولهم منهكم فأولئك هم الظالمون أجر هل يقول إيوة باب برا عشيرات قوم نازانم تي ولاد تي بي خوش تربو لويه لمسلمانا شي ده فرمي أوانا باب زانن أوانا ظالما لو إنسان ده بأوش تزور يعني خطرة. ولي أمر نابي ظالم به ولي أمر ببي قاعدة مسلمانا نابي ظالم أجر ظلمي كرت لا قاعدة إسلام درسوا ظلمي كردية بوي كوات إسلامي تطبيقنا كردية لو ولي أمر دبي عدالة أجر دا صلاة دارج بو أو كات هر لبومني بلي ما ولي أمر إيمان مسلمان أنا بابلي زين با ولي أمر مسلمان أنا جبيع برسالة نفرمي أعظم كلمة أعظم جهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر دفرمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي باش باشترين تيكوشان وغزا كردن جهاد وتبتي لكن عاكمة شي ظالم كلمة شي حق بيبري بري أود ناحقة بيبري بري أود ناحقة حقك أو هاليا نقع مهر ببيني دا صلاة دارة والله يلا ما دام دا صلاة دارة حرسي بري أمن هر تأيدي بكم نخير دبي إنساني مسلمان خواي قورة سبحانه وتعالى قرآن لبو مدانا قرآن دستوري ميا وخواي جور سبحانه وتعالى ريني شاندر وريني موي كريمة لوي كوائما لحر مكاتك لحق غير حق بين ودجينا حق بين ذا أو حقا شي كردي أما لقري بين بيبلين حقا نا حقكش شي كردي باب ما بي برا ما بي دستالة دارك بي لقوم ما بي لحرس ما بي لغلات ما بي أما بيبلين أو نا حقا زور كاد دستالة دارك هي مثلا التزامات دينين يلهمان كاتا داد غرا يما دبي خوشمان بي او خوشويسته اگر مسلمان نبو دادگر بو اما بس يعني وكو خوشويستي نه بلم وكو عدالت لګري دي بين جيرايلي دكين لويك ولو شاني كوا عدالت دكا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق بلم اگر حاكمك دادگر بو لكن خوي ګوره او دولتي وي بردوام تر دبيتن وكو او كلمه مشهوره ل ابن تيميه رحمه الله دجرنا فرمي تدوم دوله الكفر وان كان دوله العدل وان كانت كافره دولتي عدل بري ودتشيوتن أجر كافرش بي بلان دولتي ظلم بري وناسي ولا تدوم دولة الظلم وإن كانت مسلمة بابا خوشي بري مسلمان خو مال تاريخي خوش مان مثلا زوج زار هما هو كابر ناوي لخوينا مسلمان وخليفة ونظن متوكل على الله ونظن فلان على الله ونيا معتصم بالله بلان لو أنا شو ظلمي كدبيت لو كاتيد أما دبي برين كاك أود غلطة أو يا بلان دولة مثلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي برونا حبشي ونيا مليكة شيليا غدر لك هزناك على بين ذلك إنسان كواب لو كانت أنا دبي حقي عدالتي أو أنا بدأت لو شت أنا جيرايليان بك بلام الذين كيدا جيرايليان نكات. ستر القرآن بس براءتك زيادة ما مصر. بلى القرآن بعد نكات شو القرآن وكو بيم قلتي القرآن قرن جاشي زوري بويدا لو إيش كذناري ولا أو تأويلك أو فلانة خوي جورا القرآن بيرد هذا فرمي قل إن كان آباؤكم بيم بلى أجر بابا كانتن وأبناؤكم كرا كانتن وإخوانكم وأزواجكم برايا كانتان خيزانا كانتان وعشيرتكم يعني عشيرة قومكتان وأموال اقترفتموها يعني أو مالي بياتان كرديا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر إن الله لا يهدي القوم الفاسقين خواهي قرد فرمي بزانن نبابنا كورنا خيزاننا عشيرتنا قومنا تجاردنا هيتشتك نابي خوشا ويستربي لكن خداي قرد سبحانه وتعالى لو يا خواهي قرد سبحانه وتعالى دفرمي أجر أو هاتان كرد أنقو بزانن أو يعني ريتان بزر كده وفسق بخوي معناه يعني درتشون لدين درتشون لدين لو يا اخوي جورا سبحانه وتعالى ده فرمي انجو تماشى ابراهيم بيغمبر بكن صلى الله عليه وسلم قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون اوان بقومك يا اخوي انجو اما ببرينا لنجو لويك داي بارستان
كفرنا بكم اما باور ما نيه بوشتي اخر كفر يعني شارنا يعني بي باوري اما باور ما نيه بوي كوا انغودا كان وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده حتى باور بخواي غور دينن اما دوستاتي ما لغرانغو نيه بلا معنى يعني تعامل لغري ان جايني حتى اوان دريان كدنا تا ابراهيم بيغورتا ناويس بيكو جنو منزني قالو دروز نكر بزينه هشت يعني باوشي كافر بكسي بيدغو يا ابتي ما فرمي يا أبتي لا تكن للشيطان وليني حتى بابشي قو يا أبتي لما تعبد الشيطان وليني يعني أو بيشمان ضلع أو تسيروكا أقر كساكا كتنزق بلتو ما دامشنا بشتي لدين بو تنابتو بشتي تيكي هر بردام بلغل أموش غاري لبي أموش غاري عضلة إبراهيم شي فرمو فرمو إلا قول إبراهيم لأبيه فرمو إلا إبراهيم أو قوليك أو قصي ببابي قو فرمو إلا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فرمي حلود لأخوي هردا بارمو بارانو يعني تي استعمش بما خوش قوم كمان هم هداياتي بينونيا بيغمبري خوما صلى الله عليه وسلم شو طائفة لين دارد ليش يعني دا دوج من داريش يعني كده متساوي هم بخين بو ملائكتي أسمان وتيا كان هذا كني فرمي أقدري أودو تيا رقيان بس هذا طبق كم بيغمبر تي فرمو اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون فرمينا أول أخوي جورا هداياتي عم بدأ أوان نازانا فرمي تمنى لأخوي جورا ده كم لنوي أوانا لنتوي أوانا قومك درسي برين لا إله إلا الله أما دائما مسلمان خير وتساكي لبوها مكذبة بلا معنى وين يك خير وتساكم لو يبي تنازل لدينك أي خون بكم لبوان بلى بس في غمرك صلى الله عليه وسلم دم يبصاريه كم أخو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام صن فرمديشي فرمدقلشي هن هرشة آميزن سبارد ومسألة ولا أبراء أخو أو صن بس كردو أبو يما توصيبك لقل ولا أبراء العقيدة كمان زوان بتسبيني پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبعا آیه قرآن خوای گور فرمی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ونیا خوای گور به پیغمبر ده فرمی ده فرمی پیغمبر اگر خواتان خوش ده راد دکن ورن شوین کوتای من بن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ده فرمی المرء مع من احب ونیا چیت خوش بو حشر لگرویه ونیا او حدیثی کوا او صحابي پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر بیتن کوا ضعیف او فرمی ها لو ود لهاته فرمی پیغمبر خوای اتو لا روز قیامت لګر پیغمبرانو دچی جی مثلا فردوس الاعلى لو انا دبیتن امجلته داده برین فرمی ثوبان اتو الحشر ما ما احب فرمي اتو تسلو قيامتي عازر كده فرمي والله ما اعددت لها الا حب الله ورسوله فرمي امر خواو في غنبر قوش ده او اندم بيدك ايش كاين ابو مارينا ويتين ابو فرمي مزجني المرء مع من احب فرمي او جبرائيل دري تشيت خوش بي حشر لغاري او ذلو انسان ده فرمي خواي قول القران ده فرمي يا ايها الذين امنوا لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار اخر ركن لا تركنوا يعني ميلي قلبيه ميلي قلبيش تان نبيتن هم علماء تفسير وادر ميلي قلبيش تان نبيتن لبو او كساني كوا ظلم دكان و تيروشي او خياتيك وهاتا لا امام هات برسياري ليك فرموي امن جلشي لو فران ظالمي دورم امن ظالمم فرموي اتو بخوت ظالمي او كسي كدا وكدو بيو دكاتن او اوش لگ او آیت اوج داره زور خطر است که منار از خطر لیه رو کنه لوی انسان دبیتن زور خوی لوشتانه بدور بگریتن تا خوای گور سبحان تعالی لو آیتان دا یعنی آموزگاری مده کاتن که زور آگا من لو آن بیتن چون که مثلا که یک لاکرویه لبین ایمان و کفر دل جی یک کسی لی دبیتو جی یک خوشویستی لی دبتو و که خوای گور قرآن فرمی و ما جعلنا لرجل من قلبین فی جوفی خوا دو دریلو کس دانه نه حتی بری والله که کفریشم خوش دیو مسلمانشم خوش دیو کافرکانشم خوش دیو مسلمانکانشم خوش دیو لوی خوای گور بنفی نفی دکاده فرمی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أخوة قولتها فرمين نابيني نابيني وا وجد يجدو يعني نابيني وا نابيني وا أتو قومك باور يعني بخواه وبروج قيامته به بس ان شيئا خوش به يوادون من حاد الله ورسوله قومك تشينك دجمناتي خدا وبيغمبري بكان حاد محادد يعني لادان للري خوا وبيغمبري دجمناتي كدن عداوتي انا بلقى خوا وبيغمبري بالاوان ما خوش دويتن زا او كسبابي بي براي بي وشي قلت مان عشيرتي بي هر شي بي خواي غور فرمي اگر ايمان او هابو او خواي غور ايماني لدلي او كسانا نوسيا وبروح
بالروح منه يعني بحضرتي جبرائيل بقوتي خوي خوي جبر سبحانه وتعالى بشتواني لوان دكا ديان باتنا وبهشتك نمرن لوان دريكا دا خوا لوان راضي اوانج لخوي رازينا دا خوا دفر مي اوانا بشي خوينا نقع عزب معناي عزبي او رؤوف عزبي فلاني عزب حسب يعني باش لا اويدا يعني كومال جماعات او كسيك او كسانيك ولا سديني خوي جورنا او همي بي قلت لي عزب الله واش دغرتو كبيرو بروغرامي او تشينو تاقمتي يعني واش هر بهما شوا تمام خوت بروغرام بيرو شي خلشي اتو لسات پرورده دكي بروغرام او يك او برنامج اتو خلشي لسات برنامجك دجاياتي دين و اري والله او دجمناتي خوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم اروكم للتاريخ دادي تيتمان كبر لا اله الا الله والحياه ماده مثلا فلان فلان يعني مثلا ايتر اوشتاني كوا هي خلك قدر والله كاكا دين بكلشي او رناي اي معنى دجاياتي خوا بيغمبر يعني والله كاكا او دين بكل التطبيقات او رناي او هم كفره شنو انتم اعلم ام الله ونيا خوا باش دزانيان خلك او خوي جوري لها مو كسب باشتر دزان ومن احسن ونيا من الله صبغه لقوم ونيا زور كاتي امام سلمان هن لن يتسين تاقمك دشين بلان هز دصلاتي تشينيا او كات او تسبكه يعني أبا أخوي جور سبحانه وتعالى بمدر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إيمان دار دبي ليج نزق بي بشتواني يكتر بي هاوكاري يكتر بي أموجاري كاري يكتر بيتن أمر بتعكي بكنو نهي لخرابي بكن ولو خوش يعني نبي برا أمن لنا دولة شيء مال تاقمة شيء ما هيزنا كمنا دبي إقامين يجاكي هرب كاتن زكاتك هرب كاتن إطاعي خواه بيغمبري خواه جور بكاتن صلى الله عليه وسلم نبي برا والله أمن لنا دولة شيء ما وكوان دكم أجر وكوان بيتن يعني هرشي أوان كديان أتو بيرا رازبي نابتن شكو خواي جورد فرمي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نابتن أو لا لا ناهية يعني لا ناهية كنهي دك خواي جورد فرمي نابي إنساني إيماندار كافري بجوري خوي بزانيتن لسه بي باشتر بي لمسلماني ومن يفعل ذلك هرشك ليريا أدي أجر يجوي كرت فليس من الله في شيء خواي فرمي حيتي لكن خواي جورنيا إلا أن تتقوا منهم تقات ألي رخواي جور سبحانه وتعالى فهم إلا أجر خوي عن لي ببارزن مثلاً تقول زي جايش ده بلا دولة شيء مزبور ده بي مثلاً لو أنا شمكة شيء وكوان لبركة بلام شمكة كبوني كفري لينتن مثلاً كابر بتشيله يدري مثلاً بانتورا بوين باقي مثلاً شتشي لبربكاتن أول اللي يدري كقيدين عكا يعني خو مثلاً قصة شيء بريتن بلام بدلينا بيتن شوف كلو خواي جوره اللي يستبر باش أن يكسر فم ويحذركم الله نفسه. هند قانون ده سسبندري بسري ده دكري أجر ما دامش نبيتسوان الشرعية زي بزي كاش الشرع. أجر هيك شتاق بقول خو هالشرع وأجر هاد جيجي بيتسوانك الشرع نبو أتو إباحة اللي رانا ده أوان ده تكون مثلاً هندك آية ما هي صريحة لا مثلاً زي بتو هندك آية ما هي مثلاً نهي كي صريحة لا نهي كرنا كي بلا من النهي بنا أو أبو أو كاتي ببي مصلحتي بشر كانا سواء قوانين مرور وكو قوانين هجرة نظام قوانين فرنسا اگر دینکی پینه گوری و تأثیر لدینکی نکاوش تشی لسفر نکاتن لوشتانه دا آسایی مثلا او قانونان او کاتن لادانشی دا بیتا بيتسواني الشرع اللي بروي لمصلحته برجواني قشتيدا طبعا خطو مسلمان لحد زيقايا شبي باشترين أخلاق وخو روشتو نفعه لبو أو كسيكتي لقال أحسن يا كالغيثي أينما وقع نفع أدي أوهم وخلكي لو دولتانا مسلمان دبن بخو روشتي أو كسانان يكادسن لبن دربان قوازي جوان دكانو خو روشتي جوان دكانو بس دبي أو بزانين كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهوا عن المنكر عن المنكر وتؤمنون بالله أو أنا نبي بذكر إيمان بخواي جورة أمر بتاعك نهي بخرابة نهي لخرابة أو سيشتا يعني سي عمودك أو سي دينك كي كوا إيماني لسر راوستايا تاعك أو متى بوانية أنا خوك وجولك كان هما برين شعب الله المختار إنه هرسي خرابش بكين والله خواي جورة نخز ميكسر ونهي محاباتي لجر كسيا خواي جورة تماشى كردا وعمله إيمانك الدكاتن لو يا خواي جورة سبحانه وتعالى دفرم أجر وتان كرد هرسي أو أن كردي أتوكي دفرم أو ارتدادك ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين دفر من أجر أنقوش أو دين أي زبدة والله أخوي جورا مجبورنيا تندع قوم أوروشنا أنقول لا دب أخوي جورا قوم شديك دينيت لجر مسلمان نرم دبن لجر كافران رغدبن أجر كافر لجر يان رغبون خواش يان خوش دبيتن أخوي جورا سبحانه وتعالى أو عندك لو أخوي جورا سبحانه وتعالى دفر من أنقود دبي بزان إنما لزماني عربي إنما زنابش ما مصي عربي إنما أداة حصر التوكيدة يعني بس إنما وليكم الله ورسوله قورو سر برشتي كرين قوشي إلا خواه بيغنبرا لقرشي والذين آمنوا
لگر ایمان داره کانش ایمان داره کانش چه نه؟ الذين يقيمون الصلاة الله کبری اگر نیازی نکرد جوری تونی بابش بر مسلمانم و یتون الزکات الزکات بدعتن و هم راکعون یعنی لگر خالچی نیاز بکاتن لی خواهی گفته فرمی و من يتولى الله و رسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هم لدنيا غلبت هم لقيامات غلبت لبوانه بلان بو شرطي شروطكاني ايمان توابكاتن وشروطكاني عمل توابكاتن خواي جورا سبحانه وتعالى او هانك انسان ايمان دار بو خواي جورا فرمي سيرحمهم الله انسان اگر ايمان دار اموشغاري يكتريك ده فرمي خواي جورا رحميان بيدكاتن في غمر خواه صلى الله عليه وسلم سون اموشغاري مانك السبارد با خوش بسنو رقبونوا لفناوي خواي جورا في غمر صلى الله عليه وسلم فرموده منظور لپیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی مثلا حدیث ما که امام شافعی له ما دجرته ده فرمی من كنت مولاه فعلی مولاه ونیا فرمی اوی امنی خوش دویز مثلا با پاشا امام علی استاک کسک بیر ولام رقم لامام علی دتو اکبر یعنی دبیل ایمانی خو بترسی ونیا پیغمبر مثلا اوی لدکاتن و ابن عباس رضا و رحمت خوایلی بلو ما دجرته فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی من أحب في الله وأبغض في الله هركسة لا بيناوي خواي يكشي خوش ويست ولا بيناوي خواش رقي لا يكشي كبوا ووالا في الله يكشي لا بيناوي خواي جورا النصرة دا سربر يعني بشتواني كرد وعادة في الله لا بيناوي خواي جوراش دجاتي يكشي كي كرد فإنما تنال ولاية الله بذلك فرمي بشتواني خواي جورا بوي بدس ديتن ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أو زور ليرة مفصلة ده فرمي كابربان يجيش بكا بار روزيش بكاتن روزيش زور بكري أجر خواو بيغمبري لهمو كسي خوشتر نوي الرقي لوي نبو وين نبو محنا إيمانين يا وكل فرمودي بيغمبري جدهاتي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه ونيا من أحب لله وأبغض الله ونيا فقد استكمل حلاوة الإيمان أجر لبيناوي خواي همو خوش نبي ورقي شيء لبيناوي خواي نبيتن نابيتن يعني إيمانك كي تواب نابي يعني كسك إيمان دار ببون من مسلمان به بلي عبادات قال شيء زوري هبن لحسنات ولا تساك ولا نجو رجو زكاة وصرف تروح حد زبابت أنا بلام كساني شيء خوش به كرقيان لبيرو بروجرام من هذي خوايا أو كاتا أو عملوا كردوانة دادي ددن استفاد لدى كل قيامتي أنا نعم والله دادي نأ ده تنسوك أجر بتجاهلي بدبي لو يرون بكريتو دبي ببرسي استا الحمد لله وش كابتي ما مستاذ زورين ونيا تلفزيون أما حجزهمي بوي استا ذكري بلن حجزه هي بتجهل والله دبي ببرسي تنسوك نابي بدبي بلي كشي برسي أنا ما مستاذ من فرانم خوش بوية فران أويا نيجا جدك أروج جدك ومادام أو هم عبادتي خواي جورا دكي بنفسي خود ماندي دكي لو خواي جورا بماري خود دبخشي لبيناي خواي جورا يعني تسمع بس ما أون دي لأن هذا لك زي مسلماني بكيو زي كافرين كيو دبي لوي أجانا بترسي تن شوكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني كو خانيه يعني رشمارك لسرس الدين قشرة بلان باشترين دين قي رشمارة مثلا شيهانا قورا كيانا بيغمبر دفرمي أوثقوا عرى الإيماني الحب في الله والبغض في الله دفرمي بهيسترين كولكي إيمان أويا كوال لبيناوي خواي خوشت بيو رقيش لبيناوي خواي قورا ليك أشي بتوا لبر أول شيء مثلا لو حد سقصي خواي قورا فرمي بيغمبر خواي فرمي خواي قورا دفرمي أقر بيني أرض وأسمان كان هم كي جناح وتوان ما دام شنو كا استغفار كردو قرايه ولا يمن ليت خوش دم فلا وبالي بس ما بس اي عقيده كتساكو باكو سسبا وراجيراو بي ادي طبعا عقيده تاعبي وبجد يعني بشيمان بيته ولو كارو كردو كيدي كابري لاني خومن خوي غور بمسلمانه كاني فرمونيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ونيا خوي غور فرمي بو كستانا مرن كوا دستان لو دريش دكانو يلقون اليكم السلام ان لست مؤمنا ونيا بيان مرن مسلم كابري هر روز شي قرا و ايمان داربو اتولي غور خوي غور فرمي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم انغوش بيشتري اوهاب وين اخواي گورا تاكي لگا كردن فضلي لگا كردن هدايتي دان لويك اما هدرين هر كات شي كابراك بقريت ولا ايمان دبي لغنا قراوا اما درين درگاي لبو كرايتوا كوا بيتوا بقريتوا اويك زياتر اماجه بيكرد بيغمبر صلى الله عليه وسلم اشتك ما باسكي والله بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا حديث يقداك هاتيه دفرمي او كساني كوا خواي جورا سبحانه وتعالى خوش لبين دفرمي نوع قومك لسر منبري نور لروج قيامه لسر نور دفرمي شوينك بيغمبران وشهداء وصالحين غبطان بيدبن يعني در كو گشتني او زي اوانا تعجبي عند مينيت لو زي برزيلو لمكانتهم من الله سبحانه وتعالى لبر اوندل خواي جورا خواي جورا اوندل رزي لنا هنا سواي كردا برزي دفر اوانا سنه ده فرمي والله إنهم قوم تحابوا في الله من غير رحم ولا عطية من مال لبرأوا بس
لپیناوی خواهی یکتر یان خوش بیشتر هیچ برجوانش نبوا لوانه قومی یکتر نبوینا وکو بلالکو وکو صهیبکو ونیا بلالش عبشی و صهیبش رومی ونیا سلمانش فارسی و مثلا اوانا ونیا هیچ قومک نبوینا خزمی یکتر نبوینا آموزا و بنعامی یکتر نبوینا مال مسئله تجارت و اویان پیکو نبوا مصلحت تجارت تنها دین کوی کردوینا بس تنها دین کوی کردوینا توا لویکا او دین الاولی لباب آدمی راه خواهی گوره درستی کرد فرموی شیطان دجمن تانه و انگوش با دجمنی بزانن و حتی پیغمبران سلامی خواهیان لسر بیتن هموی عزرت ابراهیم یعنی وصيتي من داركاني كرد فرم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حتى كإبراهيم بيغمبر كعبيد الوسكر فرمي ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ونيا ظالم لو يدردتي أو ولاء براءة نوح بيغمبر سلامي خواهي لسربيتن بيغمبر يا خواهي قورب وكراك كبجينا كردو لقارين أبو ونيا قلت كرم لقى قومي كافران ما بقى قال استعوي إلى جبل يعصمني من الماء قلت يا أمدس مصر سيدا باردي فرمي يا بني لا عاصمة من أمر الله أو عقيدة كيتاو أو عقيدة كيتانو فحال بينهما الموت بلام سيلي خزم رحماتي كجولة فرمي خواي وعدت بمن دا وعدة كشت حقه فرمي أعيذك أن تكون من الجاهلين وفرمي آموش قاري دك منك إلى الجاهل شنك أقر بس أدوك الدين سري همشتك طبعا دين لسروي هموشتك اخو وكو قتمان او بيغمبرها صلى الله عليه وسلم او معادات لبين قريش ولبين مسلمان كان لسات سبا يدابو لسات ست عزيب عندان بس لسات دينا كيبو لو يدا بي انسان ديني بهموشتا شي قورة تروار بقريتن لو يدا انسان نابتن بري والله يكا شي دي كذا كما مسلمان لو يخو امبداتن نخير او زور غلطة شي قورية سبحانه وتعالى وخواي قورة سبحانه وتعالى لو يخوش نابي خواي قورة ما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور خوا جوري ما خوا صار خريمة لتاريكاي در ما ديني برو روناشي أدي أواني كافر كان والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوان دائما دانيه لدين لاد بدن دين اللي بكانوا أوزل الرازمين هروكوا أوان يستأكدرن ملة إبراهيم ونازن توحيد أديان وعولمو يعني وقت خدان ويا عمال العالم اتحدوا يعني هم مهر أوب وكوا خارك كبيان تاوي نوا عندك ناي باقبريق بو بويك الذين كدوري خنوا شخصيتي إنساني مسلمان بتاوينه ونيهلن لو اوكاتي اوان بكيف اخوان بيبكن زالويك انسان دبي اغا يزور لو يبيتن نري والله غير اخوي فلان بقوته فلان دولته او الناخ ولكن اخوي قبره اخوي قبره القران بيرد في المثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيت بيوت لبيت العنكبوت خواهی گوره دفتر میتن، او کسانی که ول غیری خواهی گوره دانه و سرخرو پشتیوانه گلو خویان پیاب کن، او کو دایی زال زالو که من لمران زال زالو که من دیته بد دعوشی ضعیف و دکار جیوس که چی پیدا می نتیم؟ او هنا، یعنی شلترین اوی تو پشت به غیری خواهی گوره ببستی لو انسان دبی پشتی به خواهی گوره ببستی، خواهی گوره من لو کانو یعلمون لیر اگر بیان زانی بیان خوز گذاهان زانی او علیا، یعنی تمنای که و بزنن لویده، زالو انسان نبی. أو اشتانا وربغريتن يعني ابن جرير رضى الرحمة إخوالي فين دفرمي من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرون على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه دفرمي هركس شيء بشتواني كافران بكاتن لو سر مسلمان يعني بتي بقى جيش كافران كي لو سر مسلمان بي يان أو بكاتن دفرمي أو بزاني هيتي لكن خواي جورن زا أو هاو كارية تسبب دست بي تسبب زبان بي تسبب مادية بي تسبب إخباره بمعنوياته بكشف كردني بشتي مسلمان ويان عيب وعارو نقطة ضعيفة كاني مسلمان بي يان بدو عالو كردني يان بيتن بحرشتا شي بيتن أواني لو تا دقات الدل بي خوش بونو دلنا خوش دلاك أو هيج دلاك هر أقر لدلاك أي أو يكد أو هر آخر تشتت شنك دبي أو دلال رنج بداتوا تشتاق لدلي بيتن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان أويت لدل جيجير بي أو عملك اشتت بيقك بلام دبيني كابرا بدل مسلماني بي خوش بلام هيز دستلاتينيا وكو ابن تيمية دفرميتن رحمتي خوالي بي دفرمي أو بحسب إمكانه بلام لنا ودلا كينا لنا ودلا كي دبي بكاملي بيتن لنا ودلا كي دبي حب دلبو مسلمانان بالتوايبي رقد لكافران ودجمناني ديني خواي بكافري بلام يارمتي داني مسلمان كان بلا باري جسد وعصب استطاعيا كابرا هي بيدا كري بمال بتي بسر بتي بيدا كري هي بكلمة شي بتي اگا هرنا دبي لدلكي خويدا اگا يدي لرش قال شوف كو امر ريات سند بيويست امامان وكو مسلمان زياد حالبين لحد بويكا ولا ابراء من تواو دروز بي لبرو الى دورو برشمان لنا خوشمانا صراع شي قول هي لبيني كفر وإيمانا والله اللي رأوا يعني زي جاي خفت بارية بلا ماشين أماد بي ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خواد فرمي خمبار مبنو دلقران مبن
انگو هر بسر کوتینه اگر ایمان دار او دل گرانش من نشانه ایمان معنی به معنی نشانه ایمان معنی ان شاء الله بلام دبی اما بزانی خوایک معنی دینک معنی حقا وهد خوایک وعدی بو مسلمانان دایا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون او وعد اخوي جوري سبحانه وتعالى وفرمودي بيغنبري صلى الله عليه وسلم كخلافه دغرته ودغر انسان مسلمان اما يقين من بوانه النبي لو انا متشكك بين بلهم او ركدبينين واقع حال مسلمان صد بسالك مسلمان پرتوازه بوینا خلافتی اسلام نمایا حکم اسلام نمایا اتر داجر کرانی ولاتانی مسلمانان هاتینه با انواع و اشکار خاچ اند داجر کردینا لناحیه تربیه لناحیه تعلیم لناحیه عقیده لناحیه اعلام له هموش تکان هاتینه بس محاوره و دکان دینکی لدلی او خرکینه خن بلهم خوای گور سبحانه تعالی صاحب او دینیا خوای گور سبحانه تعالی او دینی خو هر بسر دیخی بعز عزیز او بذل ذلیل و کو فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای گور دینکی خو هر دجیر توا بلهم آیه اما دبین او بهر نه بدلکی خو من شارزای دینکی خو من بین مسلمان من خوش به دوای نصرت یان لبوب کین اگر پی مان کرا نصرت یان بکین اگر پی مان کرا دعای خیر یان بکین خو پی مان دکری بدل رقمان لکافران بیتو یارمتی یان ندین یعنی انسان دبی او ایمان خو پرورده کاتن و ملتکش مان لسر او پرورده بکینوا کوا او رواقي حال او هاله لوي دبي امام محاوله كاين لا پرورده لا هموشتك بخو من دا بچينو خو من دو بر شارزه كاينو بو دينيو لس دينكي خو من پرورده بكينو زور مسلماني ساويل كمان هن لروجاري شوكو امرويا يان اوت لا ترسانا يان لبرسانا يان كاريگري چي نا خو يان در شي واي كردوكا اواني خوش بي جا تشجيع عندك باس عندك مدحي عندك لا بيتواني وشو برامبر مسلمانه كان قصد له او وكو قلت مان لبداية تجرى يان لا أو تأثير لإيمانك كيدك قزما أري والله تأثير يكون هكذا أدي أمن كومنت شيء دبين بيمنع خوشة ونيا زنابت كومي يشك كومنت شيء دبين كابرة مسلمانة لو أنا نائب محمد وأحمد لو أنا نائب مثلا فلان وفلانة عبد الله وفلانة كومنت شيء دكاتن أدي أري والله درمان بيمنع خوشة أو كابرة يكو أويا يان فلان أويا زورنا خوشة تو دبي دائما أجا هيس بينك لا يني رشاتي كافران زورنا كي لا تكثر سواده ومنيا رشاتيان زورنك الى ان غريانك تكا مسلماني ديكا بينا خوش خلي اگر با امزا شج به هرنا بزياده كي غورا امزا شج به ظاهر زورت وبتوقيعك بهرش تشي بيتو بشتوانيه لو يا خوي غور القران بيرو فرمي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء اگر بزانن باوريان بخواي غورو ببيغمبرو بوي كلوتان هات تخواري كلو بيغمبر هات تخواري ايمانيان بيهبي كافركان ناب ناب نبشتيواني كافركان لو چونك ليراندا بس لا مساله ضعيف ايمان اوانيه خواي غورو فرمي ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكفار اولياء ونيا ما يان كان غورو سر پرشتي خوتان ناب انسان بهيت شتشي بشتيواني امكا هر ناب بيدنگ با ونيا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ساکت بین اخر قصد من بدنگ با کاک برادر که ناسیار که کابرای پست چی کرد جوابی مده بس دبرو ونی اما زور داره دبین انواع اشکار برادر معنی لا فیسبوک برادر کابر پست چی کرد پست که نه لگه عقیده من ده گوزه نه لگه می نه با ساکه نه با خراب لگه ری ناکم هیچ چی ناکم هش بو زانیتم ایمانی هه ولا اموشگاریم کردی وشت کم لو راست کردی تو او ده لما سنزل بيان مثلا شتا شي ديكابي بيم غوتي كاكا وشتا وهانيه اوهانيه حجب مصير على ما كمان كوتاي هدي كما كتاب سيار جرينجي ولا وبراء التي دا يزور بكتي ما مساجا جرينجي ولا وبراء وهو قلت بخوي اصل ايمانك يا اهميتي اويتي في نفسي فذلك لانه اصل من اصول الاسلام يعني بنسينشي سرتش لبنسين كان اسلام كاوج ولا وبراء ومظهران من مظاهر اخلاص المحبه لله اخبت صدر ذكويتن امن خوام خوش ديونيا خو ونيا الايمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ونيا نبا تمنى ونبا مثلا كابرزل شي بسلمانه لبركه يان ريش برداتو يان او بيني جولك خو ريش يعني مني كومر چاند بينين ريش يعني زلك چان هي مثلا خو ديك خو ايمان بوينيا ايمان با خوشويستي خوي غور سبحانه وتعالى ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم التي في الصدور خوي غور تماشا يدلا كان دك او دلا خوشويستي خو پیغمبري تي دا يعنا بلندبي او خوشويستي لكارو كرد و درنگ بدا تا چونك گرنجكي اليرانه دايا سورة فعلية يعني دري ولا أبراء سورة فعلية يعني الشكل الرئيسي كي كوا بدر ذا كويتن لو أو واقعيك أو عقيدة هرد قتيا ثم كهمو عقيدة كإنسان هرد قري للتصرفات كاني رنج ده دعتوا
هر کس کدید اگر گوتیشی مسلمانم آمد دیت تصرفشی ناشنیه بزنه خلل نقصانیه که عقیده که لشونه چیه؟ بکرداریم بگفتار داری دبری داری دبریتن بله. اگر شتگ مایی باشی که سپاس زناب دکن دکتر جان. والله داوال خوای جورا دکن سبحان و تعالى لو روزانه داکوا امتی اسلام و حکومت پارسه پارسه و کافرانش همویان پشتوانی یکترینا و همویان آوان مناصری یکتر دکن بتایبتی لو روزانه داکوا مسلمانان من ل فلسطین لسر خاشی خویان لسر ولاتی خویان لسر دینی خویان خلچی کاتیا که خلچی اوین بوا لو ولاتان هرچی وکو کردواری داره گذر و گذر و پیس و خرابه ولاتان خرک رایت و هینه الوی ظالب وینه بسریان دا دعوه بکن خواهی گوره سبحانه وتعالی هر اوان دا مال دست دی خواهی گوره مسلمانان لوین داره که سر بخاتن و اوانه دجمنانی دینی خواهی گوره دجمنانی مسلمانان خواهی گوره زلیل و سر شوریان بکاتن یا ربی خواهی عزت لبو امتی اسلام بجر یا ربی خواهی دلمان چاک بکی و شارزامان بکی و بدینی خود خواهی خوشویستی خود و پیغمبرکت و مسلمانان لدین ما لدلمان دا بچینی و خواه خوشویستی غیری خود با کافران و دشمنانی دین کد لنا و دلکان من در بینی آمین یا رب العالمین سپاس دستوت خوشمان سر جان خواهی گوره پاداش بخیر داتوا جزاکم الله خیر رحمتی خواهتان لبی یا ربی خواهی گوره توفیق و بدا یا ربی خواهی گوره ایمان من سلامت بکا یا رب بله بینرانی برزو خوشویست تاری لگل تامین با پیشکش کردن القمزاری برنامه بفر سپاسی زور برس دکتور رجب کلهوری بانک خوازو ماموس این دکین خواهی گوره پاداش بخیر داتوا خواهی گوره نصرتی مسلمانان و مجاهدان ده الله هر کنز کل برشی او زویه دهن خوشبستان تاکو دیدار بخوای گارتان اسپرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته